الجناحات الأولى اللي كانت في عصر محمد علي كانت بتركز فقط على الزراعة، عشان كده لم تحدث تغييرات هيكلية في القطاع الريفي، فضلت معيشة الريفيين زي ما هي. بعدها بأكثر من 150 سنة كان في محاولة من رئيس جمال عبد الناصر برنامج شامل، لكن لظروف الحرب لم يكتمل وتوقف. في التسعينات كان عندنا برضو مبادرة من خلال برنامج شروق، لكن توقفت في 2005 ولم تكتمل. ربما كانت في صولات وجولات أو مبادرات متعددة، ولكن لم يكن يجمعها التكامل الذي نراه في المبادرة الرئيسية حياة كريمة اليوم. أيضا لم يكن الريف المصري بالتعقيد الذي نراه حاليا. كنا في الأول بنتكلم أن كان كل قطاع من القطاعات كان بيحدد احتياجاته، وبالتالي كان كل قطاع بيشتغل لوحده. الميزة في المشروع القومي اللي فخامة الرئيس أطلقه، احنا بنتكلم على التنسيق التام بين القطاعات وبعضها. في تخطيط عمراني بحدد على اساسه عدد الافراد محتاجين وحده صحيه، عدد الافراد اللي محتاجين مدرسه ثانوي، عدد الافراد اللي ممكن يحتاج وحده اجتماعيه. فبالتالي على اساسه قدرت اضع قواعد اساسيه ان انا بحدد حجم من المبنى اللي ممكن يساع، وفي نفس الوقت مساحات الاراضي. التجربه دي فيها مميزات طبعا مهمه جدا، فيها دعم سياسي غير مسبوق، وده تم طبعا من خلال نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، ان انا بقى عندي حيز مالي او مساحه ماليه اقدر اوفرها كاستثمارات ما كانتش متاحه قبل كده، بالاضافه الى اشراك الشباب، اشراك المجتمع المدني. احنا النهارده الجامعات بتساهم في وضع الخطط والخرائط على مستوى قرى معينه، الجامعات في المحافظات المختلفه. اذا لم تخطط للنجاح فقد خططت للفشل، مبدأ في علم الإدارة ربما انتبه إليه مبكراً القائمون على المبادرة التي خرجت إلى النور قبل أكثر من عامين بقليل. فجاء التخطيط على ثلاث مراحل، تم إنجاز أولها والبدء في ثاني تلك المراحل. المرحلة الأولى شملت 375 قرية، نسبة الفقر بها تجاوزت 70%، بإجمالي استثمارات بلغت 13.5 مليار جنيه، وعدد مستفيدين وصل إلى 4.5 مليون مصري. المرحلة الثانية تشمل 1376 قرية، نسبة الفقر بها تجاوزت 50%، بإجمالي استثمارات تبلغ 150 مليار جنيه، وعدد مستفيدين يصل إلى 18 مليون و400 ألف مصري. المرحلة الثالثة والأكبر، فمن المقرر أن تشمل 4658 قرية في 20 محافظة بإجمالي استثمارات تبلغ 515 مليار جنيه، وعدد مستفيدين يصل إلى 58 مليون مصري.